اسم الثلاثي علي علي علوي. انت عارف ليش جيت لهون؟ لم يكن حسين قووق يدرك ان فيديو مسجل من قلب الملل والكآبة اللذين رافقا جائحة كورونا سيشكل نقطة تحول في مسيرته ومسيرة رفيق دربه الكاتب والمخرج محمد دايخ. جاي بس كرمال الاصل تبع الهنود الحمر بدي ارجع لرجع شو حرك الموضوع يعني. كوسراني وينه؟ كوسراني. من استعانته الدائمة بالكوسراني مرورا بلازمة شوفيه يا خيي. شوفيه يا خيي. هلا هذا منظر واحد يقبل الضرر يا خيي. وليس انتهاء بخطابه المزدوج امام الكاميرا وخلفها. فين الكاميرا يا اخي؟ طفيت الكاميرا انا يا اخي. تحول العلوية الى الشخصية الشعبية الاولى في الشارع الشيعي. بس توصل القصص لهالمواصيل معلم شو بيشتغل؟ عم تسمع بسرقة الموتوسيكلات والاخبار. وهو امر بقدر ما اسعد القاووق والدايخ بقدر ما اعطاهما احساسا بضرورة توظيف نجاحها في ايصال افكار تحمل بعدا اجتماعيا كي لا تقع في فخ التهريش. ابو حمام فيك تتركني بحالي يا خيّة. شوف خلص ما غدرني يا خيّة. غدرني بظهري يا زلمه. قصدي قليله يا زلمه قليله يا ابو حمام. وحيات اختي وين ما شوفوا للكوسراني قاتوا. وحيات ضرب بدر مكسر. وحيات اختي قصدي باين لعنديبك يا كوسراني. لعنديبك يا زلمه. عمل شو عم اشغل الدول تحت امره هو. قالوا ايه بتجيب الصيني وبجيب شو الصيني شغال عندك يا خيّة. بأي حال فإن إتقان شخصية ابن الضاحية لم يكن صعباً على ابن بلدة عبة الجنوبية وهو الذي ترعرع فيها من عمر التاسعة واحتك بناسها إن في منطقة صفير حيث منزل أهله أو في منطقة الجاموس حيث تنقل بين عدد من المدارس أو في منطقة الشياح حيث محل الفول الشهير لوالده والذي عمل فيه لمدة 6 أشهر كنوع من أنواع التعويض المعنوي للرجل الذي لم يكن قد امتص بعد صدمة قرار ابنه احتراف التمثيل. في تلك الفترة وبواسطة صديق مشترك تعرف حسين قووق على محمد دايخ الذي كان يستعد لعرض مسرحيته الأولى مشدسي على مسرح بابل، فبدأ بمساعدته خلف الكواليس وتحديداً في مجال الإضاءة قبل أن يؤدي تغيب أحد الممثلين إلى أن يأخذ فرصته الأولى ويلعب دوره في العرضين الختاميين. وجد الشاب الخجول في خشبة المسرح باباً لتفجير طاقته وإثبات ذاته لا في التمثيل كحسب بل حتى أو بشكل أدق تحديداً في مجال ستاند أب كوميدي، فقدم مع الدايخ عملين، الأول بعنوان أومو أف كوميدي والثاني بعنوان السلم الكوميدي، ثم راح يشترك مع عدد من الفنانين الآخرين في العرض الذي قدم على مسرح تياترو فردان، وهناك تعرف على يحيى جابر فولدت مسرحية شوها. بعد ما فقسش من بيضة بك تطلع لي على الصخرة وتفز من فوق هلأ تقوم تنط عن الصخر. وجد جابر العاشق لاستعراض التاريخ السوسيولوجي للبنان من خلال السير الذاتية للناس في القاووق حالة نموذجية لمسرحه، فيما جعلت المسرحية دائرة الضوء تتسع حول اسم الفنان الشاب. ويسحبوا لك لسانك والسنين والخاعات وطحال ودم ويتلوث النهر. لا نحن جايين نبصر. كان يفترض أن يعقب المسرحية مسرحية أخرى لكن ذلك لم يحدث، إذ شعر القاووق أنه يريد أن ينتمي فنيا إلى تجارب تشبهه أكثر، فأعاد تفعيل تعاونه مع محمد دايخ الذي كانت تجربته كتابة وإخراجا قد بدأت تنضج أيضا، فقدما معا على المسرح لعل وعسى. عم بيقول اسماعيل انتحر ومش ححرص الفقر ما أنا كنت فقير. والسبع ودمتها. ستاند أب الشهير هربوا هربوا. حسين إذا بيضربوا منضروا أنت مين لتضرب؟ وين؟ بالكوع. ياخد نفس عميق منحضر حالنا لخلع الباب ومنخلع الباب. شكل عام 2020 بداية انطلاقة جديدة أو هكذا كان يفترض بعد أن أطل الثنائي عبر شاشة التلفزيون للمرة الأولى من خلال برنامج شو الوضع على قناة الجديد. خدونا يا بهايم خدونا على المستشفى. مش عم بحكي مع أحمد عم بحكي معكم حموت أنا. خدونا على المستشفى.
برغم المحتوى المختلف أو ربما بسبب هذا المحتوى لم يكتب للبرنامج أن يعيش لأكثر من 3 حلقات، واجه خلالها مشكلتين، أي بمعدل مشكلة في كل حلقة ونصف. تبع الحزب أوصت عليه ما تأثر مضرع كله سوا، قلت له أنا معك بالمقاومة بس ضدك بالسياسة كمان ما تأثر. لكن كيف أتد؟ قلت له الدولار صار 1005، ما تسكت قلبي. أثار سكتش الدولار هجوما واسعا على برنامج شو الوضع من الجمهور المحسوب على حزب الله، قبل أن يؤدي حذف القناة للسكتش المتعلق بالإجراءات الأمنية التي رافقت مباراتي منتخب لبنان لكرة القدم ضد إيران والإمارات إلى وقوع الطلاق بينهما وبينها. شو عم تساوي ها؟ يا خيم بدنا نحن على الماتش تهرب، لأنه حضرتك قلت ممنوع حدا يفوت على الماتش. عم هرب السلاح من الحزب. عم تهرب السلاح لا البي سي مش إنه. لم يتأخر غياب الدايخ والقاووق عن الشاشة، إذ عادا مع باقي المجموعة عام 2021 ليطلع عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال لبرنامج تعا اللي بيزعل. تعا اللي بيزعل الخميس 9 المساء على LBCI. شوفي يا خيّة شوفي يا مجددا. ومع عرض الحلقة الأولى تعرض البرنامج لهجوم واسع على خلفية السكتش الذي اعتبر مسا بالرموز الدينية. معلمة شو أخبرنا؟ تفرقني بريحة طيبة بأمرك يا لا أنا بترجيك. نجح تعا اللي بيزعل في تجاوز المطب وتمكن من إعادة استقطاب الجمهور الثائر إلى ناحيته. ياسمين أنا بحبك. نسرين بحبك أنا. بعرف. نسرين بحبك. خلاص مخرج. حتى تلك اللحظة لم يكن جمهور التلفزيون قد تعرف بعد على القدرات التمثيلية لحسين قاووق خارج إطار السكتشات القصيرة، لذلك شكلت شخصية بدري في مسلسل مرحبا دولي الذي كتبه وأخرجه الدايخ تحدياً فنياً حقيقياً له. يا وطن. ابن مين أنت؟ ابن لبنان، ابن هيدا البلد. يا علي أمين. علي أمين. نجح العمل في الوصول إلى الناس بسرعة رهيبة، ساعده عليها ربما ردة الفعل غير المدروسة من قبل قوى الأمن الداخلي عندما تقدمت بشكوى ضده معتبرة إياه مسا بهيبتها. الاستدعاء جاء على ما يبدو بسبب ارتداء ممثلي المسلسل لملابس شبيهة بملابس قوى الأمن وظهورهم وهم يحملون أسلحة في المشاهد التمثيلية للمسلسل. مرحبا رئيس، كيفك؟ شو أخبارك؟ حاليا يستعد القاووق لتصوير الجزء الثاني من مرحبا دولي ليكون هذا هو ثالث عام على التوالي له ولباقي المجموعة في عالم التلفزيون، لكنه مصمم مع ذلك على أنه والدايخ والبقية لن يغرقوا في هذه الدوامة. وحلمه السينمائي الذي ترجم من خلال فيلم وحيد حتى الساعة هو هردباش لا يزال حيا، وأن العشق الأول والأخير يبقى للمسرح الذي قدم على خشبته في السنوات الأخيرة عرضي ستاند أب، الأول بعنوان اسحلوا من شعره. إسرائيل عم تهدد، قال بدها تضرب المدنية، ما قلكش بالعادي يا شريكي. والثاني بعنوان حصل خير. اللي ما بيعرف غيري يعني المسيحيين اللي معنا يعني مثل الدكويني بس بدكم شغل بعض. كما قدم مؤخرا مع حسين دايخ مسرحية طلع إبليس بحب الله. إلا إبليس أبى واستغرب. لا ليه؟ لأنه طلع إبليس بحب الله.